إذا لمناقشة الغضب الشعبي المتزايد في الأحواز العربية ينضم إلينا عبر سكايب من لندن المتخصص في الشأن الإيراني محمود أحمد. أستاذ محمود مرحبا بكم. يعني حتى هذه اللحظة أو حتى إعداد هذه النشرة قتيل برصاص قوات الحرس الثوري في خوزستان. بداية أستاذ محمود لو تطلعنا على آخر التطورات في الانتفاضة التي تعم العديد من المدن الأحوازية، ما الذي يحدث هناك تحديدا؟ طبعا الانتفاضات مستمرة في الأحواز دائما، وكل شهر أو شهرين ثلاثة هناك انتفاضة بالأحواز، لكن هذه الانتفاضة تختلف عن ما سبقها نظرا لحجم المأساة التي يواجهها شعبنا الآن في هذا المأزق، وهو تجفيف الأنهر الأحوازية وتوقف المياه خلف السدود المتعددة التي تجاوزت 20 سد، وأصبحت الأنهر من جملة النهر كارون وهو أكبر نهر في الأحواز وفي إيران، ونهر الكرخة وهو ثاني نهر في الأحواز وفي إيران، ونهر الجراحي ونهر شاور، هذه الأنهر كلها الآن كما يقول الأحوازيين تك غندرتك وعبر، ماكو يعني ما يحتاج تغير ملبس. فهذا كله الآن اللي حصل تسبب لعطش واسع جدا في الأحواز، المياه حتى إذا كان موجودة راكدة حتى الحيوانات لا تشرب المياه هذه، والإنسان الأحوازيين حفروا عقل مثل ما نسميهن الأحوازيين ويشربون المياه من المياه الجوفية. أستاذ محمود، الاحتجاجات كما تعرفون جاءت على خلفية محاولات النظام نقل ماء الأحواز، وهذا يؤثر كما تفضلتم قبل قليل على قطاعي الزراعة والشرب، ولكن إيران تنفي حدوث أي ضرر، كيف تعلق على ذلك؟ لا إيران الآن ما تنفي أي ضرر، الآن هم يدعون أنه هذا الجفاف في إيران كله والأحواز من جملته، لكن نحن نرى أن أصفهان التي ما كانت لديها مياه إطلاقا في نهر زايندرود قبل 4 أيام فتحت المياه في زايندرود، واليوم يسبحون في الشط ويتبجحون ويتضحكون علينا. فالأحوازيين منزعجين جدا من هذه السياسة، نغل المياه لإصفهان وقوم ويزد وحتى فستق رفسنجان شملت مياه الأحواز، والأحوازيين ليس لديهم ماء. إذا كانت هناك مياه قليلة شحيحة موجودة في الأحواز، غصب السكر بطول حدود 130 كيلو متر على طول نهر كارون موجود الغصب السكر، فالمياه هذه تروح لغصب السكر وبعد ذلك ينزلونها في النهر، وإذا أحد استفاد من عندها لا يمكن لأحد يشرب منها ولا الحيوان يشرب منها، لأنها هم فيها مواد كيماوية ومواد سامة، وهم ذوقها لا يصلح للاستعمال البشري. هل الهدف أستاذ محمود كما يقول الناشطون الأحوازيون هو تهجير أهالي الأحواز العربية؟ هل تعتقد أن هذا هو السبب؟ هذا هو الرئيسي 100%، لأن أساسا هم اتخذوا أساليب متعددة خلال 96 عام الاحتلال، أساليب متعددة وانتقلوا من مرحلة إلى مرحلة لمضايقة الأحوازيين. بداية 30 عام اشتغلوا على تفريس الأحوازيين حتى يتركون لغتهم وينسون لغتهم، لم يوفقوا. بعد ذلك غيروا إلى الاستيطان وسعوا بالاستيطان ولم يوفقوا، وقبل 3 سنوات فتحوا السدود على الأحوازيين وجابوا الشاحنات لينتقلوا الأحوازيين لأماكن آمنة في المناطق الفارسية، ورفضوا الأحوازيين الانتقال إطلاقا، والآن جففوا الأنهر وجففوا المياه حتى الأحوازيين يضطرون يتركون. طبعا والبطالة توسعت إلى حد 45%، وكثير من الأحوازيين يشتغلون بالمدن الكبرى. تصور أمس واليوم لدينا مظاهرات في مشهد شارك فيها أكثر من 200-300 متظاهر أحوازي، هؤلاء الشباب مهاجرين إلى مشهد من أجل العمل. طيب أستاذ محمود، الاحتجاجات عمت مدن الخفاجية والحميدية والمحمرة والفلاحية والأحواز العاصمة، اليوم دخلت خوزستان على خط التظاهرات، لكن هنا بماذا تفسر هذا القبول الكبير من قبل الشارع الأحوازي لكي ينخرطوا في هذه الاحتجاجات؟ ما السبب في ذلك؟
طبعا التراكمات العنصرية الإيرانية والشوفينية الإيرانية خلال 96 عام حركت الجميع الآن، لأنه النظام لم يبغى أمامه يفعل شيء مع الأحوازيين غير هذا، هو هذا العمل الأخير. والأحوازيين أيضا يريدون أن يواجهون هذا العمل الأخير بكل إمكانياتهم، بالقتل والموت والشهادة، وكل يتقبلون كل ما يحصل. ولهذا الليلة الماضية فقط 3 شهداء لدينا، كانوا 3 شهداء، 2 في الفلاحية، 1 في كوت عبد الله، واليوم الآن لدينا جرحى ولا نعرف هل يتوفى منهم أحد أو لا. تعتقد باختصار لو سمحتم أستاذ محمود، تعتقد أن هذا الحراك الشعبي يمكن أن يوقف القرار الحكومي؟ هو بالتأكيد، نظرا لأهمية الأحواز، نظرا لأن نفطهم في الأحواز وغازهم في الأحواز والأراضي الزراعية في الأحواز وغصب سكرهم في الأحواز، بالتأكيد سيؤثر عليهم. وأنا أعتقد أن النظام الإيراني سيقوم ببعض التراجعات من هذه، وسيفتح بعض السدود والمياه من السدود ينزلها للأحوازيين، خصوصا وأن هور العظيم اللي موجود بين العراق والأحواز، نعم، هذا الهور فيه عشرات الآلاف من المزارعين ومن الفلاحين ومن الصيادين هناك، ولديهم الجاموس الكثير الكثير، عشرات الآلاف من الجاموس أصبحت تموت يومية 10 و20 و30. فالنظام بالتأكيد يريد التهدئة الآن، وهو بحاجة للتهدئة. نعم أستاذ محمود، نعم أستاذ محمود، أنا أشكرك عبر سكايب من لندن المتخصص في الشأن الإيراني محمود أحمد، شكرا جزيلا لكم.